إني أقوم بتسليح الإيرانيين 201 من حزب الله إجوا لهون مشان يذبحوا السنيين. من إيران؟ من إيران جاي كمان 201 خناصات موزعين على الأبنية وعلى سطوح المباني الرئيسية ليشوفوا أي واحد سني مارق ويذبحوه. هذول عزل ولا مسلحين اللي ذبحونهم؟ لا عزل. والثورة هي ثورة سنية. نحن راح نسامحك بس من شان العلوية الشرفاء. يلا خلصوا مع السلامة.